يلف الغموض مصير ومستقبل اتفاقيه سوتشي بين تركيا وروسيا بشان المنطقه منزوعه السلاح في ظل القصف المتواصل لهذه المنطقه من قبل النظام السوري وحلفائه واستمرار تحركاتهما العسكريه على الشريط الممتد من ريف اللاذقيه الشمالي الى جنوب شرقي ادلب فقد واصلت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لإيران استهداف بلدات وقرى في محافظة إدلب ومحيطها الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد منتهكة وقف إطلاق النار في المنطقة النظام استهدف بالقصف المدفعي الأحياء السكنية وخطوط الجبهة التي سحبت منها المعارضة أسلحتها الثقيلة وفقا للاتفاق فقصفت بلدات أم الخلاخل وجرجناز وخانشيخون بريف إدلب وحي الراشدين بريف حلب الغربي ومنطقة سهل الغاب بريف حماة وجبل التركمان في ريف اللاذقية وجميعها واقعة ضمن منطقة إدلب لخفض التصعيد كذلك تعرضت مناطق في قرية الصخر في ريف حماة الشمالي لقصف صاروخي نفذته قوات النظام كما قصفت قوات النظام موقعا لجيش ادلب الحر في منطقه اللطامنه ما اسفر عن مقتل ثلاثه مقاتلين من المعارضه واصابه اثنين على الاقل بجروح اضافه الى قصف طال اماكن في منطقه التمانعه ومناطق في بلده لهبيط في القطاع الجنوبي من ريف ادلب كذلك شهدت مناطق ريفي حماة وادلب توافد ارتال عسكريه تتبع لميليشيات ايرانيه مختلفه قادمه من جنوب وشرق سوريا ومنطقه الباديه السوريه. وارتفع عدد مقاتلي الميليشيات الايرانيه الذين وصلوا خلال الايام الماضيه الى المنطقه الى قرابه 450 مقاتلا مقسمين بين ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيا الحشد القادمه من العراق وميليشيا فاطميون الافغانيه. بالاضافه الى مقاتلين خرجوا في وقت سابق من بلدتي كفريه والفوعه بريف محافظه ادلب. واكدت مصادر صحفيه ان هذه القوات الوافده للشمال السوري تحركت تحت الرايه الروسيه وذلك لتتجنب استهداف قصف الطيران الصهيوني او الامريكي لها.